عايزين قوانين مرنة للاستثمار تساعد المستثمر الأجنبي إن يجي مصر ويشعر بالأمان. في نفس الوقت عايزين نبني الثقة مع المواطن المصري، لما يروح يطلب الدولار في البنك يلاقيه متوفر علشان يقدر يعمل بيه احتياجاته اللازمة للتشغيل. تحويلات المصريين في الخارج ترجع تاني للبنوك المصرية، لان ده بيخلي فيه استقرار للعملة الصعبة وتوافرها، وبالتالي بنقضي على السوق السوداء اللي دمرت في فترة من الفترات الاقتصاد المصري. اتمنى ان احنا نهتم بالتصنيع، اتمنى ان يكون في اجراءات عاجلة للحد من استيراد سلع انا شايف من وجهة نظري ان ملهاش اي لازمة، زي استيراد فانوس رمضان من الصين. احنا بنصنع هنا فانوس جميل جدا من مئات السنين، مفيش اي داعي لاستيراد منتجات زي مشروبات الغازية اللي هي الريد بول، الشعب ممكن يعيش من غيرها. مفيش داعي لاستيراد فواكه مش كل الناس قاعدة تاكلها زي الاناناس وزي التفاح الامريكاني. كل ده بيضغط على الاقتصاد المصري. العملة الصعبة لازم نوجهها لاستيراد خامات ومنتجات تساعد في التصنيع.